يكون من المستحيل أنه ذكر أن كاردي كان الوسطاء الذي اختاره الروح المعنوية لنشر الدين للرجال. الضغطي في المدينة بموريس على 10 أبريل 1891 في حي التي جاءت البحرية حافظة غريبة. بدأ في الكلام في لهجة رقيقة وبلهجة مختلفة في منطقة كاف، وكأنه رجل مع قديمة جدا. في البداية اعتقدت الأسرة كان بعض الاضطراب العقلي، وأحالت دكتور إبراهيم المدرسي موريس طبيب ثاني ومدير بار العاجبة من ترجم براندي. بعد بضعة أيام من المراقبة وحفظ الأعراض الخاصة بك في أي الأدبيات الطبية، اقترحت الأسرة إحالتها إلى الكاهن، حتى أنه كان مثل تقاسي برد الأرض.